المحور الثالث وهو هذه الجائزة اللي بنطلقها النهاردة. وإحنا الحقيقة قبل ما نطلق هذه الجائزة وقبل ما نعمل هذا المؤتمر إحنا بصينا على نماذج عالمية في مجال الإصلاح الإداري وقلنا إيه هي التجارب الناجحة. هناك تجارب عديدة ناجحة على مستوى العالم، ولكن لقينا الحقيقة التجربة الإماراتية من التجارب الرائدة، ليس فقط على مستوى الوطن العربي ولكن على مستوى العالم، في إشادات عالمية بالتجارب الإماراتية. فكان مهم جدا إن إحنا نعمل هذه الشراكة مع دولة شقيقة زي دولة الإمارات، والحقيقة هذه الشراكة بتستند على أسس قوية جدا، أسس تاريخية، أسس مصالح مشتركة. أعتقد أن هي نموذج متميز جدا للعلاقات العربية العربية، وطبعا بيدعمها القيادة السياسية في الدولتين. الشراكة دي تم توقيع مذكرة التفاهم في فبراير 2018 في مؤتمر قمة الحكومات، والحقيقة يعني أنا سعيدة جدا بأنه الاهتمام بتفعيل هذه الاتفاقية بشكل سريع. فعلى طول في وفد جه في مارس الماضي لوضع الخطة التنفيذية، ثم وفد رفيع المستوى برئاسة بوجود مجموعة من الوزراء في شهر إبريل، ثم وفد مصري ذهب إلى الإمارات في شهر مايو الماضي للتعرف على التجربة وللاطلاع على معايير التميز ومعايير الجودة إلى آخره.